بنات اليوم بنسوي متبل، اوكي؟ فتاخذين حبه باذنجان كبيره وتسوين فيها ثقوب بالسكين، وعقب تشوينها كذي على العين مات القز مات الفرن. يعني الطريقه هاي احلى عن يوم نجي تحطينها داخل الفرن وتشوينه، وايد هاي الطريقه احلى. انا جربت يعني شي صراحه يطلع طعمه وايد لذيذ، ما اعرف. ف الحين نخليه وتمين انت تجلبين يعني في ساعه على جهه تحطينها حبة الباذنجان لين ما انها تستوي وتابعي. شوفي هني من بعد ما انا جلبيتها على الجهة الثانية، طبعا الباذنجان فيه نسبة مي كبيرة ينزل السائل منه، وحتى الجلف هذا اللي عليه يطيح يعني شوية يادي الفرن كم مشكلة. لجل كل شيء نصبر، لجل الطعم اللذيذ. بنات اليوم بنشوي دياي في الفرن، اوكي؟ بنحط انا هني طبعا توني غسلتنها ومنظفتنها وكل شيء مطيبتنها، كركم وملح وخل، اوكي؟ طبعا بتنشال من هذا المكان. هي وزنها 1200، عندي هني بحط ملة او اي شيء يعني اساسا نخلط فيها البهارات اللي نحن بنتبل فيها الدياي مالتنا. اول شيء عندي ملح وكزبرة وثوم بودرة، عندي فلفل اسود فلفل احمر وبهار عربي، عندي زنجبيل مطحون ولومي يابس مطحون، وعندي هذا كزبرة مع ثوم، اوكي؟ وطبعا بنحط عسل خاشوقة عسل، وبنحط شوي من معجون الطماط. بحط الادوات كلها وبشوف. هاي ديايتنا جهزت، تبلناها. الاضافة شو اللي كانت الثانية؟ بس معجون الطماط وملعقة من العسل، العسل يعطيها طعم شي لذيذ، تم يعني كرانشي حلوة. طبعا الالمنيوم هذا، شوفي الالمنيوم هذا فيه حبة بصلة يعني وحدة وحبة ثوم، عليهم ملح وفلفل اسود وزيت وشوية بهار عربي مالنا، والفهم انا في الالمنيوم وادخلهم ويا الحلوة ويا ديايتنا، اوكي؟ عساس يكون هم مشوايين يعني، ما ابغى احطهم في هذا المقلة هاي والقالب اللي بيدش الفرن، لانهم بيسوون قبل الدياي، فانا باهم على مهل حسبتي لفيتهم في الالمنيوم. بتشوفونهم عقب. هاي ما شاء الله تبارك الرحمن حبة الباذنجان بعد ما مشوي، بتشلين عادي كذي بسهولة الجلف مالها لانها مستوية ينشال بسرعة الحين عشان حارة. بعرف كيف امسكها. لا اله الا الله. خليها شوي تبرد. عليها شوي تبرد بنات. هاي حبة الباذنجان من بعد ما قشريتها وقصصتها شوي شوي، لازم اضربها بالبلندر، اوكي؟ لازم، انا ابغاها ناعمة تكون، ابغى متبل. تنعمين كامل، الطحينة كامل، عقب برمج الاشياء اللي احنا بنحطها فيه. بنات الإضافة على حسب الرغبة اللي انتي تحبينه، أنا صراحة أحط مع هردة وأحط شوية ثوم، هذا اللي هني شوفي هذا ثوم شوي، أوكي؟ وأحط ملعقة من اللبنة، فلفل أسود شوي وملح وليمون، أوكي؟ زيت الزيتون أضيفه آخر شيء عند التزيين، فهذا كله بنحطه مع بعض إن شاء الله وبيطلع لنا أحلى متبل، وكل من بطريقته ما في زعل. اوكي يلا، هذا صحن المتبل الجميل زيناه بحبه من ورق البقدونس، نصب الزيت، زيت الزيتون ولا اروع ولا اطيب. انا حبيت الصحن لان ابغى الزيت يكون بالدايره. فهذا متبلنا اليوم، سهل وطيب ولذيذ، واتمنى انكم تجربونه. ما شاء الله تبارك الرحمن ديايتنا تفلون كيف؟ جنن 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 ريحتها اللي في الالمنيوم هذا، راس الثوم والبصلة هاي الهري، شوفوا كيف
لا يمكن لا يمكن، تسلم الأيادي يا أنا.